مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على قناة تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم موجودين معكم مع موهبة جديدة ومع شخصية مبدعة من مكان رائع أتمنى أن أزوره. يعني أنا حاولت أني زرت مصر عدة مرات ولكن لم أستطع أن أزور الصعيد. الصعيد اللي معروف بأهله، اللي دائما نحكي الصعايدة جدعان أهل الخير والطيبة. اليوم حنتلاقى مع أحد بنات الصعيد، المنشدة حنان هاشم. أهلا وسهلا بك يا حنان. لا سلام بك يا دكتور، ربنا يخليك يا رب. تسلم. أنت أول شيء عرفينا بنفسك، من هي حنان هاشم؟ طب صوت كويس كده؟ صوت ممتاز. معاك المنشدة حنان هاشم من القاهرة. أصلاً صعيدية ولا سكان القاهرة أنت؟ لا مجنسة، يعني سعودية، أصل سعودية وأهلي برضه في القاهرة برضه. يا أهلا وسهلا فيكي. من وين في الصعيد أنت؟ من وين؟ إيه؟ من أي مكان في الصعيد؟ محافظة أسيوط. أسيوط. أنا نفسي أزور الصعيد، يعني زرت والله مصر يتشرف أكثر يا من دكتور. مرة، بس الصعيد يعني والله يتشرف الصعيد كلها، تشرف الصعيد إله كلها رونق. والله يا دكتور. الله ربنا يخليك، يخليك أهل يا رب. الصعيد معروفين بالجدعنة والرجالة، يعني من الناس اللي ربنا يعزك طيبين. يا دكتور. تسلم يا غالي، الله يخليك يا رب. أنا سامع صوت أطفال عندك، هل عندك أبناء؟ لا انا مش متجوزه، انا انسه، ده اولاد اختي والله. الله يخلي لك إياهم إن شاء الله، الله يحفظ لك إياهم يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. طيب، تسلم. الإنشاد، متى بدأت رحلة الإنشاد يا حنان؟ الإنشاد عندي كان عندي موهبة من وأنا صغيرة، بس بدأ معايا الإنشاد يعني من حوالي 7 شهور كده. فأول كان أول حاجة ليه تطلع في الإنشاد إن كان في حد يعني من الزملاء، يعني كان عنده كان طلع كان عامل له حفلة وكده، فزمايلي لما وصحابي يعني لما شافوني بنشد وكده، فقالوا لنا يا حنان عايزينك تسمع صوتك ونشوف يعني شو صوتك كويس وكده. من ساعتها عادي يعني انا يعني القيت انشوده وكده. فمن ساعتها عادي يعني الحمد لله، يعني ربنا كرمني وتعرفت وكده، والناس كلها عرفتني يعني. وطلعت قبل كده مرتين على قناه الصحه والجمال، وطلعت برضو قبل كده على قناه الحدث اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. إذا هي موهبة وليست دراسة، لم تدرسي دراسة لا لا الموهبة. لا، موهبة موهبة من عند ربنا، وبتمنى من الله عز وجل إن شاء الله وفانا في الموهبة دي إن شاء الله يعني. طبعا اللي ما زار مصر وما زار مصر خلال المواسم الدينية، يعني رمضان والموالد، ما حيشعر باللي حنحكي النهاردة، لأنه هذه قمة الجمال والإبداع للإنشاد في هذاك الوقت. هل شجعك أحد في المنزل في موضوع الإنشاد؟ هو صراحة يعني هم بيشجعوني يعني، والدي ووالدته برضو يعني مهما كان برضو بيتمنوا لي الخير برضو، وبرضو أي حد طبعا بيعرفني بيتمنى لي الخير طبعا، وأهلي برضو يتمنوا لي برضو الخير برضو، ما أقدرش أقول حاجة في أهلي طبعا. والحمد لله يعني ربنا بيكرمنا برضو حب، يعني ربنا بيحبني فمحبب فيه خلقه يعني، فناس كتير يعني بتحبني والحمد لله يعني، ناس كتير بتشجعني يعني على الإنشاد وكده. الحمد وانا لله يعني الحمد داخله الانشاد دوت يعني مش يعني انا حباه يعني الموهبه دي انا حباها يعني، وحابه ان انا اكمل ان شاء الله، ربنا يكرمني باذن الله من اكمل المسيره للاخر باذن الله ان شاء الله، ربنا يوفقنا باذن الله. تتوقعي أنه ممكن تدرسي مدرسة، تدخلي مدرسة، تدرسي المقامات، الأمور الفنية اللي بيحتاجها المنشد؟ والله اتمنى، بس مشكلة ان موضوع دراسة الانشاد وكده كل ده في القاهرة، فبيبقى طبعا صعب مشوار وطبعا وسفر وكده. بس انا اتمنى، لا طالما انا عندي موهبة وعندي قابلية لحاجة يعني، اتحدى كل الصعوبات عشان اوصل للهدف. طالما جوايا هدف وجوايا يعني حاجة يعني موهبة عايزة انميها ورغبة عايزة انميها،
فأكيد طبعا أنا هتحدى كل الصعوبات عشان أوصل للي أنا عايزاه، انت وبتمنى من ربنا اتفقت؟ إن شاء الله إن أنا إن أنا أشوف يعني ربنا يوصل اللي أنا عايزاه بإذن الله إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. حابة تسمعينا حاجة قبل ما نكمل أسئلتنا معك؟ بس لو تمام حاضر، تحبي يعني تسمعي عايز تسمع حاجة معينة ولا؟ اللي من عندك. تمام. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم ويا زور سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم ويا زور سيدنا النبي. نفسي يوم يا والله أزور أنا بيت الله، نفسي يومنا يا والله أزور أنا بيت الله وأصلي في المصلى، ده منايا ومطلبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أكون وياكم وأزور سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. نفسي ازور الكعبه واقعد حداها قعده، نفسي ازور الكعبه واقعد حداها قعده، ونكون كلنا سواحده جمعنا عند النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. حقق يا ربي مرادي ازور نبينا الهادي، حقق يا ربي مرادي ازور نبينا الهادي، انا وبيتي واولادي في ده سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. آمين آمين، اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله نقدر ربنا نزوره يخليك يا رب. أجمعين يا رب. حنان، تسلم يا دكتور. أكيد كان هناك صعوبات في حياتك الفنية، لو تحكي لنا عن هاي الصعوبات. أنا شايف معك صعوبة السلولية الموبايل، لو بس تثبتيه لأنه بتحرك كثير. حاضر حاضر كده تمام. يب، كنت بتقولي يا دكتور؟ الصعوبات اللي واجهتيها. دكتور بتقولي يا دكتور؟ هل في صعوبات واجهتيها؟ والله هو في أيوة أكيد طبعا واجهت صعوبات طبعا، ولحد الآن برضو يعني في أقرب يعني في ناس تقول لي يعني موضوع الإنشاد وكده، بالذات لما أنت سعودية وكده ما ينفعش إن تطلع على التلفزيون وتطلع على السوشيال ميديا وكده. لما انا بنت وسعوديه يا جماعه، طب انا ما بقولش حاجه غلط، انا طالعه بمدح في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا حابه الحاجات دي لان يعني ربنا سبحانه والله وتعالى يعني اعطيني موهبه، يعني انا متهيله انا مش عند اي حد على فكره. وفي حاجه تانية برضو يا جماعه، انا ما يعني ما بحبش يعني اطلع كده، بس ده برضو يعني الا في دوت يعني انا الحمد لله يعني ده فخر من عند ربنا سبحانه وتعالى، وانا سعيد يعني يعني من حب ربنا سبحانه وتعالى ابتلى على فكره. وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه برضو، فانا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعوضني بحاجات كتيره، يعني ممكن يكون مديني موهبه الانشاد دوت يعوضني بها خير ان شاء الله، وانا حاسه ان شاء الله باذن الله ان ربنا هيعوضني خير باذن الله، في طالما انا عندي ثقه بالله سبحانه وتعالى ثم في نفسي ان شاء الله باذن الله هوصل لاعلى الدرجات باذن الله ان شاء آمين. الله. أين تري حنان بعد 5 سنوات؟ ياه بعد 5 سنوات ده عمر بقى.
الله اعلم ان اذا شاء كنت الله عايش ولا عمرك طويل، لا. العمر ربنا طويل ان يخليك يا شاء الله. دكتور، ربنا يخليك يا رب. والله اتمنى كده بعد 5 سنوات لو لي عمر ولي اجل ان شاء الله باذن الله، اتمنى يا رب يا رب يا رب احقق اللي انا عايزاه واحقق اللي انا عايزه اوصل له واوصل للي انا عايزه اتمناه ان شاء الله باذن الله، واكون كده باذن الله يعني منشده عالميه باذن الله ان شاء الله آمين. سمعينا حاجة باذن الله. تانية، انا ماسكه في ربنا سمعينا حاجة وربنا تانية. كبير. تمام. وفي السجود إليك تكرما، ربه وفي الصلاة جواب، فإن قبلتها مني تفضلا فما علي جريرات وعقاب. وفي السجود إليك تكرما، ربه وفي الصلاة جواب، فإن قابلتها مني تفضلا فما علي جريرات وعقاب. أدعوك بالسجود، الله 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 يا رب الوجود، الله الله الله، وإن بعدت أعود، وإن طلبت تجود. وفي السجود إليك تكرما، ربه وفي الصلاة جواب، فإن قابلتها مني تفضلا فما علي جريرات وعقاب. ومنك الخير يا مولاي يغمرنا، إن شكرنا أو كنا عصيناك، فإن عصيناك باللطف تسترنا، فمن يسبل علينا الستر إلاك يا الله لا إله إلا الله الله. ما شاء الله. حنان، نحن للأسف الآن في عصر الفن بشكل عام فقد الكثير من أهميته. أصبح الفن كما يقال الهشتك بشتك هو الماشي، وللأسف في هبوط يعني شديد في الفن. أنت تنشدي الأشعار وخاصة تلك التي تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أين تجدي نفسك؟ كيف أنت تضعي أشعارك؟ هل هي على السوشيال ميديا أم فقط خلال الأصدقاء والحفلات القربية؟ بتقول ايه يا دكتور؟ هل تضعي مقاطعك على السوشيال ميديا أم فقط للأصدقاء تنشريها؟ لا انا مقاطع على الفيسبوك طبعا وعلى اليوتيوب، انا معايا قناة طبعا على اليوتيوب اسمها المنشدة حنان هاشم. واتمنى يا رب لو حد سمعنا دلوقتي او حد يعني بيشوفنا او بيشوف اللايف ان هو يعني يعمل اشتراك في قناتي اسمها المنشدة حنان هاشم. اتمنى بجد بجد ان حد يعني يدخل على القناة ويعمل لي اشتراك فيها. الحمد لله يعني انا عامله لها محتوى كويس جدا والحمد لله يعني صفحه كويسه جدا يعني. واتمنى اللي يشوفني يا جماعه، اللي يشوف صفحتي يا جماعه اسمها المنشده حنان هاشم يعمل لي اشتراك ليها. واتمنى ان شاء الله باذن الله، انا باذن الله بتمنى من ربنا باذن الله انا اكون في الدرجات العليا باذن الله ان شاء الله عند ربنا الاول باذن الله آمين آمين. الفيسبوك احكي لنا شوي يا عنه، رب. هل بيساعدك كمان؟ يا دكتور الفيسبوك هل بيساعدك في نشر محتواك؟ طبعا بيساعدني طبعا، ومعايا طبعا اصدقاء كتير عليه واصحاب كتير
واصلا يعني كفايه يعني حب الناس لما انا بنزل حاجه وكده حد يعلق لي عليها او بيعمل يعني او حتى على الاقل ما شاء الله اي حاجه بسيطه بس تكبر من خاطري، طبعا ده بعتبر ده ان ده حب وان ده دعم يعني حب ده من حبهم ليا ومن دعمهم ليا طبعا، والحمد لله يعني من حب ربنا حب في خلقه يعني الحمد لله. آمين. احنا بدعو الجميع انه يشتركوا باليوتيوب، انا حطيت الان الصورة تبعته، حتشوفوا هاي، انا حاشترك اول مشتركين. هذه هي ربنا الاستاذ يخليك يا دكتور، عدنان هاشم، ان شاء الله يعني بتستمتعوا بالاشياء اللي موجودة فيه، واكيد راح تجدوا ما يثلج القلوب من المديح والصوت الجيد او الرائع. تسلمني يا رب، وأنا سعيدة بجد بجد إن أنا في لقاء مع حضرتك. قبل ما ننهي اللقاء بدي أسمع منك آخر إنشودة لو سمحت. تمام. يا ربي توبة، يا ربي توبة نصوحة بعد عصياني، قبل أن أشيب قبل أن أشيب قبل أن أشيب وانحني وامشي بعصياني، القلب نادم ليه، القلب نادم ليه، وليل عين عصياني 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 عصياني، يا ريت يا ريت دموعها تسيب تجري على الخدين تطوي صحايف ذنوبي بعد عصياني، ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي، ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي، يا إله الكل كل كل لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كل كل لاجل النبي لاجل النبي، يا إلهي الكل كل كل لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كل كل لاجل النبي لاجل النبي، يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي، انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي، انا حبيبي حبيبي النبي اكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي، اللهم صل ولاجل عليه وسلم. النبي لاجل النبي لاجل النبي قعدتكو حلوة والنبي والنبي اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله عليك، عليه الصلاة واللهم صل والسلام. على سيدنا محمد، صوتك ربنا رائع، يخليك يا رب، أبدعتي. مرة ثانية أنا قبل ما أنهي هذا اللقاء بدي أشكر المنشدة حنان هاشم، ربنا وأشكر يخليك يا كل رب، من دعمها وبده يدعمها،
سواء بعمل لايك او شير على صفحتها سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، او بدعمها بأمل لها طريقة انها تنتشر بتسجيل فيديو كليب او بشيء جميل ممكن تتعاون معاه باشعار بالحان. اكيد ربنا يخليك يا دكتور، تسلم. المنشدة حنان يعني صوتها جميل وتحتاج الى كل الدعم منا. انا ربنا يخليك. حنهي هذه الحلقة بشكل استثنائي بفيديو من يوتيوب المنشدة حنان. في حاجة كده ملحوظة صغيرة نفسي أقولها يا دكتور، أنا نفسي بجد بجد يعني يكون ربنا سبحانه وتعالى بعتك سبب ليا، إن أنت يعني إن أنا نفسي صوتي بجد دوت يعني يوصل لجميع أنحاء العالم إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. وأتمنى إن أنت تساعدني وتدعمني، ويعني يعني دعمك ليا يكون أكبر حافز ليا إن شاء الله. هذا واجبنا في قناة العرب، صوت العرب من كندا، كنار تي في، وإن شاء الله نقدر ربنا ندعم يخليك يا كل دكتور، المواهب تسلم يا رب. يا رب. كل سنة وأنتم طيبين، نتمنى لكم كل الخير. نترككم مع هذا الفيديو من بحبك يا سيدنا محمد يا خير الأنام. بحبك يا محمد يا خير الأنام، يلي جيت بشر الدنيا بالسلام. بحبك يا محمد يا خير الأنام، يلي جيت بشر الدنيا بالسلام. حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد يا خير الأنام. نفسي أزور مقامك واتمتع بالمقام، أنا نفسي أزور مقامك واتمتع بالمقام، ونفسي أشوف حبيبي لو لحظة